خصائص الأشعة. لدينا هنا دارتين. الدارة الموجودة على اليسار مكونة من العناصر الكهربائية التالية: بطارية، ناقل أومي، وبادلة. البطارية قوتها الكهربائية المحركة 2 فولت. الناقل الأومي مقاومته 1 أوم. بتطبيق العلاقة E تساوي E على R، نجد أن شدة التيار المارة في الدارة قيمتها 2 أمبير. الآن نغلق القاطعة ونشاهد التيار يسري في الدارة، بحيث أن كل كرية نراها هنا تمثل شحنة كهربائية تسري في الدارة. الدارة الموجودة على اليمين تشبه الموجودة على اليسار، غير أننا أضفنا وشيعة وهي عبارة عن سلك نحاسي ملفوف حول أسطوانة. نستعمل في هذه التجربة بطارية قوتها الكهربائية 2 فولت، ناقل أومي مقاومته 2 أوم، وشيعة مثالية مقاومتها الداخلية معدومة. شدة التيار الذي نتوقع أن يسري في الدارة هي 2 أمبير. الآن نغلق القاطعة ونشاهد ماذا سيحدث. نلاحظ أن توقعنا بشأن سلوك التيار كان خاطئا، فهو لم يتغير من الصفر إلى قيمته القصوى 2 أمبير على الفور. في الواقع نلاحظ أن التيار يتطور تدريجيا كما نشاهد على جهاز أمبير متر. هذا سلوك غريب في الدارة، التيار لم يحقق القيمة التي توقعناها فورا، إنما يتطور التيار تدريجيا ويقترب إلى القيمة العظمى وهي 2 أمبير. أيضا نلاحظ أن التيار يسري بسرعة أكبر من تلك التي انطلق بها عند غلق القاطعة. إذن لقد شاهدنا أن الوشيعة قامت بعرقلة سريان التيار لحظيا فقط، أي لمدة قصيرة جدا قبل أن يصل إلى شدته العظمى، وهذه تعتبر إحدى خواص الوشيعة. الوشيعة تعيق لحظيا سريان التيار في الدارة، وهذا بتحريض حقل مغناطيسي يقوم بتخزين طاقة. والحقل المغناطيسي يتحرك في اتجاه معيق للتيار من التغير الفوري من صفر إلى قيمته القصوى، يعني أن الحقل المغناطيسي يمارس نوعا من المعارضة للتيار الكهربائي. وما يجري هنا أنه حدث تخزين لطاقة في هذا المجال المغناطيسي، وبينما يكون الحقل المغناطيسي في حالة تشكل فإنه يدفع عكس جهة التيار، وعندما ينهار هذا الحقل المغناطيسي يصبح التيار يسري بسهولة ويسر. هناك شيء آخر أود منكم ملاحظته، وهو أنه عندما أقوم بفتح القاطعة وأعيد غلقها من جديد، هذا يذكرني أن سلوك التيار الكهربائي في الدارة شبيه بحركة القطار. القطار المنطلق من السكون تزداد سرعته تدريجيا حتى يبلغ قيمته القصوى. يحدث هذا الأمر للقطار نظرا لأن لديه خاصية تتعلق بكتلته تدعى العطالة، وهي ما يجعل القطار يستغرق وقتا حتى يصل إلى سرعته القصوى. والسبب في استغراق القطار لمدة من الزمن حتى يصل إلى سرعة معينة هو أنه كان يخزن طاقة تدعى الطاقة الحركية، وبالتالي عندما يبدأ القطار في الحركة عليه أن يدفع بقوة كبيرة نحو الأمام.